عظيمه يعني ان انا طبعا بعد كل ده ربنا مجهودي مجهود في منتخب مصر مم. وكان بقى يعني شعر بقى بيتقال شعر على حمدي زكي لحد مم. ما جيت بقى رحت النادي الاهلي. طب ايه المفاوضات اللي جات لك من النوادي وقتها وليه اخترت النادي الاهلي؟ بصي انا كنت ساعتها لسه سن صغير مم. فطبعا مش مدرك اساسا ايه اللي بيحصل مش مدرك اساسا خالص ان ال... مش مدرك ال... مم. البوزيشن مم. مش مدرك البوزيشن اللي انا فيه مم. ان انا برضو بقول لك لسه صغير فعلا مش مم. فاهم مش فاهم انت عملت ايه يعني انت مكسر الدنيا ومنتخب مصر وتا... وانا مش في يعني عادي انا يعني بالنسبه لي كان الموضوع عادي مش مدرك لسه حجم ان انا اهلي زمالك يتخانقوا عليك تسافر بره تسافر بره مصر يبقى اه في منتخب مصر و... الموضوع كان كبير عليا شويه يعني فكان معايا ايجنت هو اللي قال لي هو اللي قال لي يعني ناخد الخطوه دي م. لأن الخطوه دي في الوقت ده كانت طبيعيه بالنسبه لاي حد كان طبعا كده يعني كده فاهمه؟ فانا ما كنتش مدرك برضو الموضوع م. لحد ما جاء الموضوع يعني حتى انا لما كلمت اهلي انا بصي خلصت كان كان لسه الدوري في الفتره دي دورين م. دور اول ودور تاني انا خلصت الدور الاول حوالي 12 جول مضيت ما بين الدورين كملت الدور الثاني كله م. مشيت اخر الموسم م. ومشيت فري عشان بالصدفه لقيت عقدي فيه مشكله م. ايه بقى المشكله؟ مش متوثق دي كانت سبب الخلاف م. بقى دي اللي انا يعني برضو مش مدرك انا مش فاهم اي حاجه يعني أنا, انا عمري ما هدور على عقدي عمري ما هعمل اي حاجه م. ببص بالصدفه الناس المفروض يجي يشتروني بيبص لو عقدي فري فحطي مم. نفسك مكاني بقى طب انا اعمل انا مش فاهم حاجة. يعني بسبب الموضوع ده انت مشيت بسبب الموضوع ده انا مشيت فري مش مشيت انا كنت كده كده همشي اه في طب فرق ايه تمشي؟ بقى السبب اللي خلاك تمشي جاي للأهلي الاهلي للاهلي يا جماعه مضيت للاهلي مضيت للأهل. آه؟ بعد الاهلي امشي من الاهلي بقى اه ايه السبب بقى اللي خلاك تمشي طب مين اكتر مدرب ادالك ثقه عامه في الملعب او شايف ان انت تالقت تحت ايد المدرب ده في كل في كل النوادي اللي لعبت فيها اول حاجه كان مستر كابرال ده ايام الناشئين لما انا طلعت الدرجه الاولى الاتحاد ده واحد مم. بعد كده فتره تالق في الاتحاد كابتن حسام حسن مم. شويه كابتن علي ماهر لما مسكنا شويه في سموحه اخر حاجه وده بقى اللي انا كنت بعيد الناس بتقول ان انت بعيد هي انا مش بعيد انا كنت ماشي كويس فعلا بس الانديه يعني المقاولين مش مسمع كجمهور او كده عشان الناس تبتدي تاخد بالها شويه من المقاولين م. سموحه كان نفس القصه الا لو انت بتبقى في التوب ليفل مع الفرقه فبتبقى الموضوع ملفت شويه يعني م. اللي هو ماتش كل ماتش جول وكده الكلام ده اخر حاجه عن الكابتن عماد النحاس وده طبعا ليه الفضل بعد ربنا عليا ويعني فضل كبير جدا طب السنة مين السنه اللي رب... فاتت بالذات السنه اللي فاتت عشان مع كابتن انا كنت عميد. في, في الاسماعيلي لا انا كنت في الاسماعيلي بقى في الاسماعيلي و... و... انا مشيت لأتما... من سموحه رحت الاسماعيلي يعني انت حضرت كابتن عماد في الاسماعيلي لا كابتن عماد في, في المقاولين اه سالفه بي ما كنتش موجود وقتها آه لا إمبي دي كانت فتره كانت فتره اولانيه كان آه كابتن طارق العشري شويه مم. فلما مشيت من سموحه لقيت برضو ان انا يعني زي الفل في سموحه وهداف ثلاث سنين ورا بعض وبرده ما فيش ما فيش ما فيش سبوت او ما فيش انا عايز اروح منتخب برده يعني فرحت اسماعيل قلت اسماعيل بقى هو يعني شويه بقى ايه متشاف يعني هنلمع شويه الدنيا تبقى كويسه رحت الاسماعيلي الدنيا في الاسماعيلي يعني ما اقولكيش لعبت بس مش مرتاح خالص ادارة ومفيش, ومفيش حاجه خالص يعني بقى سيبك بقى من كل الكلام خالص خلاص سنه راحت يعني مم. فقلت لا بلاش انا يعني كده السنه بتضيع يعني انت اللي خدت قرار انك ما تكملش السنه بتضيع السنه بتضيع انت بتلعبي مم. ومش مستريحه ومفيش حاجه بتحصل مم. يعني مفيش تقدم حتى مم. مفيش مم. مم. آه فتره الكورونا آه اول ما بدات غيرنا مثلا بتاع ست مدربين خمس مدربين، خمس مدربين في ست شهور، مم. يعني كل ما تيجي تلعب مع مدرب عادي بقى انا مش هلعب مع كل المدربين، مين مدرب عادي كيك مدرب يلاعبك، يجي مدرب يقول لك تيجي تلعب ما كنتش تيجي تيجي يلاعبك يمشي تاني يوم، مم. والله العظيم كان بيحصل، مم. والمشكلة برضه ما يعني ما اعرفش، فلقيت الموضوع برضه رخم شوية، فقلت لا انا عايز بقى استقر يعني، عايز مم. بقى استقر ألعب